ب 500 هكا 50 درهم. شو مع السيده؟ شو مع السيده؟ لا هذاك 23 هكا 800 من جد هذاك هذا مولا 400 هاي 600 درهم. خذ 800 متر اعطيه هو اعطيه رقم خذ 800 شحال هذا؟ شحال؟ 3400. يقول لي سي فتاح عندك تفرش ما عندكش تفرش اليوم قول لي. مرحبا مرحبا سي فتاح مش هيدي قناه الشعب قناه شفت فيها. مرحبا بكم في البث المباشر مباشره من سوق الويزيه كما عهدناكم. يعني الناس العشاق الطلامط يعني الثمن ديالهم كيبدا من 13 درهم وانت طالع يعني بالجوده العاليه. سي فتاح السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير السوق اليوم سي فتاح؟ بخير اللهم لك الحمد كلشي بخير على خير. قلت لي كاين طليمطه ديال ميشيل السيريان كاين واخا توريهم لي اخويا فتاح الله يحفظك. هل 10 دراهم خويا فتح ورينا خويا الطلامط ديال ميشيل السين وريهم الناس يشوفوهم. فبقاو معنا الاخوان شوفوا الطلامط ديال ميشيل السين يعني بالجوده العاليه بالجماليه ديالهم اللهم بارك. هما هادو خويا فتح هادو ميشيل السين يعني هادو ميتين السين رواله السيمانه اللي فاتت كانوا طروفه اليوم رواله يعني الوالا قول يا لولو غادي ميشيل السيريال بالجوده العاليه هذه يعني هذه السوق هذا الشيء الاخر هذا هذا شنو ديال الصالون وديال ديال اش البيوت هذا الكلاس هذا فهمتي هذا البيت الكلاس هذا بيت الكلاس الثمن ديالو شحال واصل هذا اخويا؟ واه ما نهضروش على الواصل نهضروا باش كنبيعوا حنا شحال كتبيع؟ حنا كنبيعوا دابا 13 درهم هذا الشيء هذا 13 درهم الوالا يعني 13 درهم طالما تقول لي عندك ما عندكش 13 الرولو واش قول لي 13 درهم يعني ثمن مناسب قول لي يعني ولا واش اقول يعني ماشي شي حاجه غاليه ولا شي حاجه واخا خويا فتاح ناس كيسولوك على اخر معطى السوق اخويا فتاح اخر موجود داكشي نبداو من هنا خويا بحال ديما قول لي هذا خويا شنو هو شنو الماركه هذه هذا بروكار هذا بروكار بلاك 20 هذا كيداير 50 45 فهمتي دو بيس اليوم 30 درهم 30 درهم 30 درهم يعني الثمن مناسب مناسب يعني هذا في عرف شحال قلتي لي هذا كيدير 40 45 سميتو صايب صايب مع الناس عطي الناس صاحبي صايب الناس لا لا راه الاخرين ماشي خذي عطي الاخرين ديال 13 راه وريتها وري هذاك الشيء ثاني نوري يعني قلتي لي فين هو هذا قلتي بشحال الثمن ديالو هذا اخويا هذا 30 درهم 30 درهم هذا 30 درهم للمتر ثمن مناسب ثمن مناسب واخا هذه هذا هذه المخده ديالها ولا الطلميطه اخويا هذه الطلميطه هذه الثالث ديالها الايني وهذه الخديه يعني قلت لي 70 درهم يعني شاية فيها اللوان اخويا فتاح فيها اللوان شنو هما اللوان اللي كاينين فيها اخويا فتاح؟ لا تيرك لا خذها 50 درهم برزتي يا صاحبي جيب لي والو صاحبي دابا انا ما مساليش اصاحبي تفضل يا صاحبي ابقوا معنا الاخوه يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني هنايا في السوق ديال يعني البيع ديال الطلامط يعني تشوفوا الاثمنه المناسبه. كمل لي اخويا فتح انا قلت لي هذه فيها الخضر وفيها الزرق اييه فيها الزرق ديالها شحال سميتو الدوري وفيها الكري وشحال الثمن ديالها اخويا هي 70 درهم كل شيء وفيها سميتو يعني كاملين نفس الثمن اخويا نفس الثمن نفس الثمن يعني ثمن مناسب هذه الماركه هذه شاي شناهي اخويا هذه البروكار هذه البروكار الثمن ديالها قلت لي شحال 30 درهم هذه 30 درهم بلا واسف هذه البلا يعني ب 30 درهم ثمن مناسب قول لي واخا اخويا هذه فيها الماركات ولا غير هذه الماركه هذه لا فيها ماركات يعني الماركات قول لي اشكال بزاف يعني 30 درهم انتم الاخوان يعني كما كتشوفوا 30 درهم ماشي ديال الصالون ولا ديال البركه ولا ديال البركه بجوج هادو الصالون وبركه الصالون يعني الثمن قلت لي 30 درهم 30 درهم هذا خويا حتى هو هذا شنو هذا؟ 25 درهم الرومي هذا الرومي الرومي ديال الورده الرومي ديال الورده قلت لي بشحال الثمن ديالو حتى هو خويا فتح 25 درهم 460 على حساب كل واحد على حساب كل واحد الشكل ديالو اللي بغاه يعني ثمن مناسب قول لي واخا خويا فتح هادو حتى هما هادو 25 درهم هادو شامو ديال الصالون تما ولا ديال 25 درهم يعني بركه صالون كلشي ديرو قلتي ليا 25 درهم واخا خويا فتح باش كتعرف ان الطلميط كاليتي ديالو مزيانه باينه ما شدهم الغلط ديالو داكشي حنا كاين شي طلميط اللي كيكون بحال النبحر النيبرو
فهمتي؟ خاص يكون رقيق. رقيق هذا غليظ هذا. هذا غليظ. هذا بشحال الثمن ديالو خويا فتاح؟ هذا كنبيعو حنا ب 35 درهم. 35 ثمن مناسب. 30 درهم اليوم. اليوم 30 درهم قول لي الهوته. الهوته. رفع الله. بالنسبة لأن كلشي الحريفيه عارفينو والكليان عارفينو تما. لا واش الأوني 38 درهم ولا غير أنت خويا فتاح اللي دير لي 30 درهم؟ لا 30 درهم أنا يدير لي 30 درهم هو كيدير 35 على حسب الكاليتي كاين شي حاجة دوزيام ديالها يدير 25 28. 28 واخا خويا فتاح. هذا الصفر هذا الطلميط هذا شوف شحال الثمن ديالو الصفر هذاك 460 23 درهم 23 درهم يعني ثمن مناسب قول لي وهذا شاو هذا بحال نفس الثمن نفس الثمن ديالو يعني 23 درهم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني خويا فتاح نسولك عافاك شنو الفرق ما بين التفريشه ديال الصالون والتفريشه ديال البركه والتفريشه ديال بيت الكلاس بيت الكلاس كيكون فيه توتو برومي والجلسه ديال السيجور يعني كتكون شويه ما هو متناسقه ما بين هو بلدي وما هو رومي. لا بالنسبه للثمن اما رخص واش ديال السيجور ولا ديال الرومي؟ لا ديال الرومي اللي رخيص. السيجور قول لي غالي. لا غالي كيكون غالي. وريني اخويا ديال السيجور فينا هما الناس اللي بغاو يتقداو ولا بغاو يعرفوا اخويا فتاح. اسمح لينا شديناك اخويا فتاح. هذا زيد مرحبا اخويا فتاح فوق معنا مشاهدينا الكرام يعني هذا هو السيجور. ديال السيجور هو هذا الغليظ. فهمتي يعني كتلقى فيه شكل واحد بلاك بلاك كيكون الثوب ديالو غليظ اون تيطاش فهمتي الثمن ديالو شحال اخويا فتاح هذا كيدير ما بين 40 درهم 45 درهم 40 45 درهم يعني الثمن مناسب يعني هادو في الالوان كاملين يعني نفس الثمن كلهم نفس الثمن يعني 40 درهم قلتي لي الثمن مناسب اون تيطاش هذاك اللي دير لي هو اللي كنا هضرنا كيفاش اون تيطاش اخويا فتاح اشرح لي هذا واخا يطخو عليه الماء ما يبان ما يشد فيه ما والو وتقعد تكون شي وسخ ولا شي حاجه تمسحوا بشويه الماء يحيد في البلاصه ما يحتاجش تصبن ولا شي حاجه يعني هذا ماشي كيتصبن ولا دير صبن وعاود يعني قول لي هذا ديال انك يعني تشد يعني واخا غير تمسحوا مسيحه خفيفه قول لي انت ناضي ماشي خويا فتح هذا غير مسيحه خفيفه قول لي انت ناضي هذا الاونتيطاش هذا الاونتيطاش هو هذاك الشيء علاش مسمينه الاونتيطاش يعني مضاد للوسخ قول لي ما كيتوسخش كان شي طاش ولا شنو كيحيد فهمت هكاك اخويا نكملوا بالنسبه للرومي فينا هو بالنسبه للرومي هو هذا الشكل هذا كلهم روميين يعني كلهم محسوبين روميين هذا الشيء شحال الثمن ديالو الشكل هذا هذا على حساب دابا الزواقه اللي كتحكموا فهمتي لا بدا لي من الزواقه ديال من الناس دراوش اللي حاجه رخيصه حتى الحاجه غاليه انا فريت جيتي عندي دابا يا اخويا فتح هذا نقدر نبيعه لك انا ب 20 درهم للمتر ياك 20 درهم غتسولني على هذا خويا فتح اسمح لي نقاطعك الناس كيسولوك اخويا فين بلاصه كاين انت قول لي الناس فين كاين انت اخويا فتح كاين في السوق اللويزيه ولكن المحل عندي في سيدي مومن اقامه الناخيل شارع الحسين السوسي قلت لي عندك شي قناه اخويا فتح كاينه مفروشات الفن باش قول لي عندك يوتيوب عندك تيك توك عندك كل شيء قول لي قناه فيسبوك قول لي عاود لي السميه ديالها رقم الهاتف ديالك اخويا فتح الناس اللي بغاو يعيطوا لك 061 82 29 24 عاود لي الرقم ديالك اخويا فتح 061 82 29 24 قول لي اي انواع ديال الطلاميط عندك مرحبا ورينا اخويا فتح قلت لي هذه كمل لي اسمح لي شتي هذا نقدر نبيعه لك انا ب 20 درهم ياك سولني على هذا 30 درهم على حساب الشكل واش فهمتي يعني هذا الشكل هذا وشنو الفرق بين هذا الشكل هذا وهذا الشكل هذا؟ تقريبا ما كاين فرق ما كاينش فرق شي فرق اللي غادي اللي كاين بيناتهم راه روميين بجوج غير هذا مخلص شويه هذا مخلص شويه زيت يعني بجوج يعني غير الشكل بحال تقول لي الكري غالي على الاحمر الله يعطيك هذا بشحال قلت لي الثمن ديالو هذا الاحمر؟ هذاك 20 درهم وهذا؟ 30 درهم هذا 30 درهم زيدنا اخويا فتح هذا الصفر هذا هذا الصفر 25 درهم هذا شنو سميت هذه الماركه هذه اخويا فتح؟ هذا الزقلي هذا ديال القلوب هذا الزقلي ديال القلوب هذا بشحال قلت لي الثمن ديالو؟ هذا كيدير 30 درهم 25 درهم واش هذا اونتيطاش ولا رومي ولا اونتيطاش مخلص هذا فيه منزوج ما بين الزقلي ولا اونتيطاش يعني الزقلي واونتيطاش قلت لي الثمن ديالو 30 درهم 25 درهم 25 ثمن مناسب قول لي هذا تا هو الرومي هذا هذا 20 درهم 20 درهم 20 درهم وفينا ما خويا عاوتاني هذا تا هو هذاك تا هو رومي تا هو 20 درهم هذا رومي 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 وهذا هذا 25 درهم هذا 25 درهم وهذا الاحمر هذا حتى هو 25 درهم يعني هذا الشيء كامل اللي هنا 25 ما بين 25 درهم 30 23 درهم كتراوح الاثمنه واش فتح الناس اخويا كيسولوا على الملاكي الملاكي دابا دزنا شي ديال الدراوش الملاكي عطاني شي حاجه ديال يعني الناس غاليه شي حاجه اللي مليحه قول لي قول لي كل شيء مليح وكل شيء مليح قول لي ثاني بحال هادو هادو جاي علاش هادو رولوات هادو اللي كيكونوا لوحه في الارض كيكونوا دايرين 15 درهم 20 درهم 18 درهم على حسب الشكل خليها 15 درهم خليها 15 صافي انتوما الاخوان جيو قول لي فتح شنا الفيديو 15 درهم انتوما الاخوان فتح غير باش توضح للناس حاجه واحد السيده جات قالت لك هاتا قلت لي ب 13 درهم هو داير 20 درهم وضح للناس قول لهم راه كاين كل حاجه وثمنها هادشي اللي وضح هادشي اللي قلت لك انا قلت لك نقدر نبيع لك هذا ب 20 درهم ولكن ضرب 30 درهم
هاكاك يعني اللون، قول لي اللون كيختلف على اللون والجوده. سميتو هادشي اللي بغيت نقول لك. يعني تقدر تقول لي محطوطه مع 13 درهم؟ اه دابا ما كيفرقوش ما بين هادي وهادي. الناس قولي شافوا فيديو 13؟ 150. قول لي اخويا فتح بنادم خاصه قول لي ديال 700 درهم باغي ياخذها ب 260، قول لي اخويا فتح. طيب غير تصرف، غير تصرف تما خلي الصرف عندك. دابا قلت لي اخويا فتح يعني كل حاجه وثمنها. حاجه وثمنها، حنا ما كنكذبوش. لا راه ما قلتش واش كذب على السلعه اللي باينه. هي هضرات وداك الشيء ولكن. لا ما عرفناش انا حتى هي حنا وضحنا لها. ما بغيتش نجاوبها واش. لا الله يعطيك الصحه يعني 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 شوف السلعه كاينه قلت لي يعني بحال الاحمر يعني كلها بحال هذا الكري هذا غتقول لي شحال ثمن. معلوم بحال هذا دابا كنبيع فيه مثلا 50 درهم 45 درهم. وهذا الكري هذا بشحال؟ هذا نقدر نبيعو انا ب 40 درهم. وهو نفس الماركه غير هو اللون مختلف. ولكن هذا دابا هذا نقدر نبيعو انا ب 100 درهم. ولكن في الاخر كيبقى لي انا هذا اللون هذا شكون غيدي عندي هو؟ انا وريك هو هذا هو. هذا شكون غيديني هي ولا هذا هذا؟ هذا نقدر نبيعو انا ب 20 درهم. يعني قولي دابا انت اللي كتباع بزاف هي كتكون غالية شوية في الثمن. محمد كيخلص على محمد. الله يقول لي الغني كيصور على الدرويش قول لي الله يعطيك الصحة اخويا فتاح كمل لي با فتاح دابا الناس الهوز قام شوية دابا قول لي كنت طالع كلشي رومي باش نصوروا الكليان يعرفوا اللون الله يعطيك الصحة اخويا فتاح هادو هما اللونات اللي كاينين كاملين متوفرين وبالكمية بدا لي بالحاجة الحاجة با فتاح من راس العام من راس العام قول لي الثمن غيطلع لا هذه كلشي ليكيداسيون فهمتي اه قول لي شحال ليكيداسيون ديال راس العام شهر 12 قول لي شهر واحد قول لي غيدخلوا موديلات جداد السلعه شكون طالعه شويه ثاني غتقبل ثاني قضيه جديده هذا غيكون ثمن اخر الله يعطيك الصحه اخويا فتح مرحبا نبداو من هنا اخويا فتح هذه بشحال ثمنها بفتح هذاك 25 درهم 25 25 درهم هذه اخويا فتح 25 25 بحال هذا الشيء كله 25 قول لي طلميطه وخديه انتم يعني كما كتشوفوا الاخوان ديلافي فين هو؟ هذا كله من ديلافي ها هو كيبان لك شوف الشكل ديالو يعني ديلافي 30 درهم اخويا فتح 30 درهم 30 درهم واخا بفتح هذا يعني الثمن هذا كل شيء كل اون تي 30 درهم الرومي 25 درهم 23 درهم 30 درهم هذا بشحال تا هو؟ بين 23 درهم 30 درهم فهمتي؟ يعني الغالي اخويا فتح الغالي هما هاد الشكل هذا هذا شاو بلا شي الناس تيحبوا هاد النوع هذا هذا راه عجب الناس بزاف بداو كيسكرينيو تيقول لك عجبنا هاد النوع هذا فتح فتح هذا 25 درهم صور لي مع الناس في هذا فتح لا جاب 23 درهم 23 درهم لو غير الكميه قول لي لا لا بغى الكميه مرحبا شحال هو كيجي 23 درهم طلميطه ومخده بزاف انت جيت راه هي اللي قلت لك الناس كيسولوا عليه عجبهم هاد اللون هذا شوف الناس دابا حنا كيجي راه كتقول 30 درهم وكي راه كتيسر مع الناس 25 درهم كتيسر معايا يعني ماشي كتقول 50 درهم غاشبيع ب 50 درهم لا ما يمكنش يعني كاين رخا قول لي كمل لي اخويا هذا الموف هذا راه زوينه تسقل لي هذا الموف 25 درهم 25 قول لي ثمن مناسب الروعه والجماليه ديال الطلامط قول لي اخويا هاكا كبا فتح هذا الكري هذا اخويا فتح حتى هو هذا الكري 20 درهم 20 درهم ثمن مناسب هانتوما الاخوان يعني ندوزو خويا فتح على دوك الكيلين اللي تما نشوفوا هادو 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 هما هنا كتبنا الهوج كام قول لي هادي الأميرة هذا طلامط ديال الأميرة 125 درهم 125 علاش 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 الأميرة طالعة في الثمن اخويا فتح هي اللي دابا خارجة هي اللي كاينة في السوق دابا حاليا يعني هذا هو الموديل الاخر هذا هو الاخر دابا يعني 123 درهم كاين هي والبروكار والسلاطين هما اللي شادين السوق دابا حاليا ورينا خويا الأميرة والبروكار والسلاطين الأميرة قلت لي فات لي شي تلوينات قلت لي فيها خمسة خمسة الوان اللهم بارك الخدية هاد التلميطة ها الإيني ديالها فهمتي التال ديالها الملاكي الخضر الإيني ديالو ها التلميطة فهمتي يعني التلميطة بالثمن المناسب قول لي يا خويا 125 درهم هادي 125 درهم للمتر يعني انتم الاخوان كما كتشوفوا هادي مخدة هادي ودي التلميطة ديالها هادي دي بيس ولا تروا بيس اخويا 3 بيس 3 بيس الخدية ها الإيني الثالث قلت لي بشحال هادي الثمن الآخر 125 تصاوب لي مع الناس اخويا فتح الثمن المناسب اللي بغى يجي يلاه يقول لك على تفرنا وشوف ثاني 120 درهم الله يعطيك الصحة هادي الأميرة هادي نيت الأميرة انتم الاخوان شوفوا معنا الزواقة ديال اللهم يعني كتلقاو يعني الخير موجود قول لي اخويا فتح هادي شنو هي هاد؟ أميرة نيت هادي الخدية لا هادي هادي اخويا فتح هادي مطروزة هادي في شكل اخر حتى هي هادي المطروزة الثمن ديال المطروزة بشحال اخويا فتح هادي كنا درنا الاسبوع اللي فات 140 درهم هذا الاسبوع 130 درهم 130 درهم يعني ثمن مناسب يعني هذه قلت لي شحال 130 درهم هذه كما قلت لي هذه مزوقه اه مطروزه هذه مطروزه يعني قلت لي واش هي اون تيطاش ولا هذه لا لا هذه مطروزه هذه مطبوعه في الثوب ديال الروطانه يعني هذه مطبوعه في الثوب ديال الروطانه قلت لي اه تما شحال قلت لي اخويا فتح كانت هذه كدير 250 درهم نقصنا فيها نقصنا فيها دابا وصلت 130 درهم
130 درهم ثمن مناسب قول لي ما كاينش الغلا اش فيها بزاف قول فيها جوج دورات جوج دورات اللي بقاو قول لي هما هادو هي هادي وهادي فهمت هما اللي بقاو فيها وكاين هادي ثانيه هي هادي شنو هي هادي اخويا حيتاني تي في الزواق هادي مطروزه يعني قول لي زواقه وحده الصمت هو شي الصمت ديالها كيفاش دايره عامره يعني فهمتي يعني مشارجه ماشي شي حاجه اللي خاويه قول لي كمل لي يا خويا افتح 130 درهم ثانية 130 130 ثمن مناسب كيما كتشوفوا يعني مع 130 درهم يعني كيف ما كنشوفوا هذه السلاطين راه معروفة هذه السلاطين هذه اللي عقبوا على الناس قال لك الثمن ديالها غالية والشكل ديالها زوين قال لك انا بغيت نتصاوب مع الناس افتح هذه شوف عاد اخويا افتح حس على الوجه لا ما في معنى لا فايدة التكرار قول لي هذه بشحال هي هذه 200 درهم ميشن درهم ثمن مناسب 3 بياس يعني 3 بياس ها هي هذه الورده الخديه الايني هات الميطه فهمت يعني هذه الايني الخديه وهات الميطه يعني هذه الميطه كتجاب باتش هو الوصل اكثر كيستعمل الايني الثمن قلت لي 4000 ريال اللوينات ديالها شتي يعني بالجوده العاليه اللهم بارك الثمن قلت لي 4000 ريال هما اللوينات اللي فيها هما اللوينات اللي كاينين واخا خويا افتح جوزو لهادو تما هاد النوع هذا كاين هاد اللون ثاني ها هو البيج هذا بروكار هذا لا لا هذه سلاطين هذه شي سلاطين شحال الثمن ديالها اخويا افتح 200 درهم 200 درهم يعني ثمن مناسب ولكن السلعه اللهم بارك يعني قويا الكونتيتي كاينه قويا والعدد كبير كاين موجود الله يعطيك الصحه اخويا افتح هادو تا هما بفتح الله خارجه جديده هذه راه ماشي قديمه هذه الموديل هذه افتح اخويا هنا الموديل هذه هذه سلاطين لا الى عام زعما يلاه خارجه خارجه تقريبا واحد العام ونص دابا ولا شنو يعني باقا جديده قوي باقا هي اللي شاده السوق هذه دابا هاكي هي اللي كاين يعني ما كاينش شي حاجه موراها هذه في اسواق اخرى بحال كتباع اخويا حتى ولكن على حساب راه كاين اللي كيبيع حتى ب 400 درهم 500 درهم المترو المترو انت شحال كتبيعها حتى 200 درهم يعني الخلاه قول يا خويا افتح كمل لي هذا بشحال توا افتح هاد النوين 60 درهم هذا البروكار 60 درهم يعني البروكار قول لي 60 درهم هادو بالانواع كاملين اللي في هذا البروكار هذا ها انتم الاخوان الشكل ديال البروكار هما هادو ها انتم الاخوان يعني هذا شنو بروكار؟ شنو بروكار هذا الريش هذا معروف هذا الريشه في طرب بياس حط الميطه الايني ديالها الخديه الثمن شحال قلت لي اخويا افتح 60 درهم 60 درهم يعني ثمن مناسب بالنسبه ماشي ناقشوا الثمن مرحبا اخويا افتح الناس اللي باغيين الخوام يا اخويا افتح كاين موجود الخوام كاينين ورينا اخويا الثمن ابو افتح دير كل حاجه عافاك خوامي هما هادو كاملين هادو خوامي فيهم جميع الالوان اخليك اخليك فيهم جميع الالوان يعني الخاميه قول لي اشكال وانواع ديالها الخاميه بشحال الثمن ديالها 40 درهم 40 درهم ولكن الخاميه الهوج كامله غاليه شويه حتى هي ندوزو نشوفوا اخويا افتح يعني الخاميه الغاليه شويه كاين الفراش وكاين الدولار شي هذا الدولار شحال الثمن ديال الدولار اخويا افتح 110 درهم في الالوان 110 درهم يعني بالثمن المناسب الفراش على الاشكال ماشي جميع الزواق فيها ماشي زواقه واحده ولا جوج ولا ثلاثه 110 درهم هذا الشيء كاين ثاني فراشه ميكس هذا سميتها فراشه ميكس مخلطه يعني انتم الاخوان اللهم بارك يعني الجوده العاليه السلعه كاينه الاخوان والجمال يا اللهم بارك هذه شحال قلت لي انت يا خويا افتح 10 درهم 110 درهم 110 درهم خلعتينا افتح خويا بغا شي خويا المغرب كله يجي هذه قول لي 110 درهم هذه 110 درهم للمترو الثمن مناسب الجوده العاليه انتم كما كتشوفوا الاخوان اللوينات كل شيء يعني اللوينات كل شيء متوفرين فهمتي يعني اللي بغى شي تلقاها هنايا جميع الالوان متوفرين 110 درهم واخا فراشه صغيره شاية هذه فراشه صغيره 110 درهم شاية 110 وهذه الخاميه النوع هذا شنو هو سميتو؟ هذه المطروزه هذه كدير 100 درهم دايرين لها حنايا 80 درهم 80 درهم المتر هذه المطروزه هنا انتم التفاصيل ديالها الاخوان هنا هي 80 درهم 80 درهم يقول لي الثمن مناسب هذه ديال العقيق معروفه شاف هذه ديال العقيق هذه شحال شاية الثمن 80 درهم باش كتبقى شاية 80 درهم قول لي هذه منبشه واخا خويا افتح رقم الهاتف ديالك الناس اللي بغاو يعيطوا لك 61 82 29 21 واحد عاود لي الرقم اخويا افتح عاود لي الرقم 61 82 29 24 كما كنشوفوا معنا المشاهدين الكرام هذو هما اجمل الانواع ديال الطلامط اللي كاينين هذه السنه هذيك باقا شي حاجه اخرى زيد ورينا اخويا افتح ورينا افتح اصحاب لي هذا الشيء اللي كاين لا لا راه مازال الشكاره صافي هادو سامو شحال الثمن ديالهم اخويا افتح 80 درهم 80 هذه لا ماركه ديال بفتح هذه ديال العقيق راه جميع الاشكال كاينين هذه عقيقه هذه قول لي ها انتم الاخوان التفاصيل ديالها يعني ماشي خاويه قول لي العامره
شحال الثمن ديال اخويا فتح؟ نعم. شحال هذه؟ 80 درهم. 80 درهم الثمن المناسب قول لي. ساعة الله. لا كاع الشكر ديالو. هذه بالجلبة السوداء العالية 80 درهم قول لي الثمن المناسب اخويا عبد الفتاح. هاك هذه شناهي قلتي لي هذا فتح؟ لا دقيقة هذه شوف شد عليها الخمية كاملة وشبعها. ها انتم الاخوان يعني ما تشدهاش من الوسط قول لي. ها انتم الاخوان يعني كما كتشوفوا. بس هاك لي اللي مغاوي داك عرفوا الخمية كيفاش دايرة تبان لهم الزواقة. ها انتم الزواقة الاخوان اللي بغيتو. كيعيطوا لي كيقول لك الزواقة ما بيناش مزيان. ها يا انتم الاخوان يعني الناس اللي كيشوفوا هذه باينة قول لي هذه كل شكل واحد. هذه 50 درهم. 50 درهم قول لي اخويا فتح ها انتم الاخوان 1000 ريال يعني الثمن المناسب هادو اخويا فتح 40 درهم هادو شحال هادو؟ هادو هما اللي هضرنا عليهم قبيله 130 درهم هادو 130 درهم 130 درهم هادو يعني قول لي هادو اللي بغى العبار اللي بغى الرولو كلشي كاين قول لي شوف واحد الخميسه هي ياخذها قول لي اللي بغى ياخذها على ما شدوا حد اللي بغى شي حاجه ياخذها هادو الخوامي هادو الخوامي شحال هاد الخوامي 20 درهم المترو 20 درهم كلشي 20 درهم المترو ورا الثمن المناسب يعني راه ماشي شي حاجه غاليه لا لا 20 درهم تاعهم مناسب وثمن مزيان يعني ماشي شي حاجه تقول زعما هادي هادي مثل الميط غالي ولا قول لي قول لي مول 20 درهم يشري مول 160 يشري كمل لي اخويا فتح اللي عنده يشري واللي ما عندوش يشري واللي عنده يدير الخاميه واللي ما عندوش يدير الخاميه واحد من شي واحد البونجات كاينين تماك نشوفوهم تاعهم هذوك الحيف هذوك الحيف فراشات الفراشات بحال الثمن ديال هذيك الفراشه كاين هذا هذا هو فين هو؟ هذا زقلتي ها هذا سميتو هذا؟ هذا زقلتي هذا عرف عليا قول لي هذا الكوفري هذا هذا الكوفري الكوفري شحال الثمن ديالو هذا راه كيدير ولي كنا هضرنا عليه قلنا 100 درهم 90 درهم هذا اللي دابا 70 درهم الكوفري 70 درهم مرتاح 70 درهم 70 درهم شوفوا معنا يعني الماء ان شاء الله اللهم بارك يعني السلعه نقيه الاخوان كما كتشوفوا الجماليه 70 درهم قول لي الطعم ديالو كيفاش دايره ما يتهزش لك 70 درهم 70 درهم لا غير على مسكين هيا قول لي غتصب له غتسمعها نقول لي تقيل ولا الما كنديرو ولا الاله قول لي كلشي ساهل قول لي طلب ياس قول لي من الوينه عطيها الفلوس جيب لها الطلام عطيها الفلوس قول لي لا نصبن مرحبا انت اخويا فتح هادي جايب بحال الثمن ديالها هادو 70 درهم هادو كوفري هادو الوينات كلهم نفس الثمن الوينات نفس اللي بغيتي ماشي كاين لون واحد ولا جوج يعني اللون اللي بغيتي بغيتي الاحمر الزرق اللي بغيتي تجيب اخويا فتح اي حاجه هادو هما الالوان هذا اخويا فتح هذا الخضر هذا هذا داير لي 50 درهم هذا سميتو الماركة هذي شاية هذا بلاق بزقلي 50 درهم بلاق بزقلي قول لي بلاق بزقلي الثمن مناسب الجودة العالية خيتو هو طلب بياس خدية وتلميطة يعني فيه خدية وتلميطة بالباش ديالو هو هذا الإخوان كما كتشوفوا معنا الخضر الملكي هذا هو الخضر الملكي واخا خويا فتح ندوزو لهذاك الشيء الهوشة قول لي الناس اللي ما عندهمش كاع شنو ياخذوا شحال هادو هذوك 10 درهم المترو علاش 10 درهم المتر؟ 10 درهم المتر ولكن اطروفة كاين اللي فيه خمسة كاين اللي فيه ستة فهمتي؟ يعني كله كاين اللي فيه بزاف العدد بحال هذا الخضر هذا بشحال؟ 10 درهم هذا 10 درهم الخضر؟ 10 درهم يعني ثمن مناسب قول لي الجودة العالية ماشي فرش خويا فتح النمرة ديالك آخر مرة خويا اسمح لنا شديناك الحيف سولتيني عليه الحيف قول لي شحال الحيف أخويا فتح ها أنتم الإخوان هذو 110 درهم المتر المترو المترو 110 درهم لا فيهم بونج ديال جوج وفيهم ديال ثلاثة دابا هاد الحيفة هادي بحال هكا صاينة بشحال هادي هادي 220 درهم كاملة جوج مترو فيها جوج مترو ب 220 درهم غياخدها واجدة موجودة قول لها جو توسد الله يعطيك الصحة الله يقول لها جو فرج قول لي النمرة ديالك آخر مرة قلت لها علاش دابا غادي يعيطوا 06 61 زيد 82 29 24 ونخليو لهم كاع كارت فيزيت باش وريني لا كارت فيزيت مرحبا فكنتمنوا منكم الاخوان انكم تبارطاجيو لي شي عمل الفائده يعني الناس عشاق طلامط ها هي يعني كارت فيزيت الاخوان الناس اللي بغا يشري يعني شي حاجه يعني مفروشه الفن الله يعطيك الصحه اخويا الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في نكشف في بدر القدر على املاقكم بث مباشر اخر شكرا وعلى